العديد من المجتمعات بما فيها مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندها تاريخ حافل من العلاقات المختلة وظيفياً بين المواطنين وبين المؤسسات الأمنية. ليس لدينا على مستوى المنطقة قيادات ترى أهمية احترام حقوق الإنسان. مسألة حقوق الإنسان هي مسألة أساسية في المنظومة الأمنية وضرورة أن يتم التعامل معها بهذا السياق. اليوم الأجهزة الأمنية للأسف تتحرك وتشتغل مش لحماية الشعب، لحماية هيدي الانتفاعات العائلية اللي بسموها أحزاب واللي مقسم البلد بطريقة حسب مصالحها. رح نكتشف شو اللي لازم تغييره لتحسين حوكمة القطاع الأمني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.